اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. وموضوع الارتفاع في المشتقات النفطية ربما لم يعد جديدا على المواطن في عهد هذه الميليشيا التي باتت تبحث عن كل طريقة ممكنة وغير ممكنة لامتصاص دم المواطن اليمني بكل السبل بكل الوسائل. ترى انه هذا المواطن حلال ومن حقها انها تبتزه وبانها تاخذ ما بيده. هذا شيء أصبح متعارف عليه في نهج هذه الجماعة. فريق الخبراء كما تحدثنا بيؤكد في آخر تقرير له بأن الأموال التي جناها الحوثيون خلال الفترة الماضية كانت تقدر بمليار دولار شهريا فقط من الأسواق السوداء. يعني لما كان 300 ريال دولار يعني كانوا بيحصلوا بواقع 10 مليار من كل انواع التحصيلات. انتم تعرفوا انهم بيحصلوا على كل شيء على كل حاجه وباسعار مضاعفه. وزعوها قطاعات طبعا في الاخير ما فيش حاجه بتدخل الدوله. بيدخلوا 5 مليار ولا 10 مليار وعاد يقول لك عادي مجهود حربي. اذا كان قطاع الاتصالات وردوا 90 مليار في ثلاثه اشهر وعدا ونقدا او في شهرين بالاصح في شهرين بحسب مؤتمر صحفي لوزير الاتصالات في ذاك الوقت. موضوع النفط مقاتلين عليه قتال. موضوع لذلك انتم تعرفوا ليش الهوس عندما يتحدثوا عندما يكون الحديث عن ميناء الحديده جنون بالنسبه لهم. لانه هذا بالنسبه لهم الدجاجه التي تبيض ذهب. هم مستعدين يضحوا باخر حتى اخر قبيله فيه في 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 الحديده. ما عندهم مشكله. اهم شيء انه يبقى هذا البيضه اللي بتجيب لهم ذهب تظل موجوده وتظل متاحه. طيب سابدا بتلقي اتصالاتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. ابدا باول متصلين. الو عبد الله من صنعاء. عبد الله الو مرحبا. اهلا معك. اهلا يا عبد الله تفضل اخي. السلام عبد الله. اهلا وسهلا عبد الله. طيب شكرا لك عبد الله. ناخذ صلاة اخر. خليل. خليل ايضا من صنعاء. يا خليل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك بالخير وعافيه تفضل. كيف حالك؟ عافاك. رحم الله على الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. الله يرحمه. ورحم الله جميع الشهداء. امين يا رب. انا اليوم تحدث على جرعة المشتقات النفطية تفضل. والله المشتقات النفطية سعر البنزين عندنا يعني اغلى من الدولار ومعدوم مرة نهائيا بصنعاء. يعني مسويناها جفاف يعني. وعندنا مطر الحمد لله اليوم بصنعاء. مطر الله يديم الخير. على الاقل يخفف على الناس شوية. يغسل الشوارع يعني. يغسل الشوارع وان شاء الله. اليوم انا ويجي سهل يسحب العصابه هذه ان شاء الله. العصابه منتهيه ان شاء الله باذن الله. أكيد. باذن الله تماما. اكيد منتهي. اكيد هي الى زوال. هي مساله وقت وبس فقط حرصا على دماء المواطنين الابرياء. اكيد اكيد الذين تختبئ خلفهم. الحوثي لا عنده لا حرص لا على دم الابرياء ولكن الحوثي منتقم. صحيح. عدوان شوف هذا اللي بيقول لك عدوان اماراتي عدوان سعودي كذاب. العدوان ايراني وقطري مشغل داخل اليمن. نعم. انا مناشدتي الى سعاده العميد الركن احمد علي عبد الله صالح. نعم. اقول له انهض الحق الجمهوريه اليمنيه. الجمهوريه اليمنيه شبه منتهيه يا سياده العميد. انهض انهض حرك اللي حولك. نحن نعرف انك تحت الاقامه الجبريه. نحن نعرف ان عليك عدوان ظلم ظالم. مناشدتي الى العميد خالد اقول له تحرك تحرك ورا احمد علي. شوف حل لاحمد علي. احنا عملنا بعد الله سبحانه وتعالى في العميد في العميد احمد علي عبد الله صالح صراحه. نعم. احنا نشكر العميد طارق بما يقدمه من جهد مبذول صراحه. لكن انا استغرب من دور المؤتمر من دور المؤتمر القياده اللي في الخارج. ماذا تقدم للسفير احمد علي عبد الله صالح؟ يا اخي تحركوا. اذا انتم عايزين عن مال فنحن ندعمكم بالمال. ما عندنا اي مشكله يا اخي نشقي وندفع يا اخي ما هي مشكله. تحركوا يا اخي ورا الرجال يا اخي القناة حركوها ورا احمد علي ولا نسمع ولا كلام عن احمد علي عبد الله صالح. خلاص تحت الاقامه الجبريه علي عبد الله صالح مات.
يعني وهي خلاص يعني ماتت الجمهورية؟ مستحيل. لا لا بإذن الله الأمور تعود إلى نصابها إن شاء الله. إن شاء الله يا عبد الولي، بس احنا أمنا بعد الله سبحانه وتعالى، ما في غير. أتمنى أن تصل رسالتك هذه إلى من يهمه الأمر. أنا أحييك يا خليل، أنا أحييك وأشكرك على هذا الاتصال. وعبد الرحمن من السعودية، تفضل عبد الرحمن. ألو مرحبا يا عبد الرحمن، تسمعني؟ نتحدث عن استحواذ أكثر من 21 شركة وتاجر تابعين أو موالين لعصابة الكهنوت. هذه الشركات تستحوذ على سوق المشتقات النفطية في اليمن، هي التي تدير العمليات، يعني السوق السوداء بشكل عام هو في قبضتها 21 شركة. يعني مجرد صدور قرار التعويم فجأة يعني لاحظ الجميع ذلك الانفجار للمحطات المتنقلة، كل واحد يجيب لك برميل وجاب له الكابينة حق البنزيمة هذه ويحط لك يبيعوا ويشتروا في وسط الشوارع وبالسعر الذي يشتهوا. بعدين كانت هذه المسألة يعني صعبة، والقانون هناك قانون خاص بشركة النفط أنها المخولة وهي الوحيدة التي لها حق احتكار المشتقات النفطية. أبو مهند تفضل. مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك بالخير والعافية. نور يا زعيم، نور. الله يزيدك نور. أنا مطالب قيادة المؤتمر الشعبي العام. نعم. وأعضاء مجلس النواب وعبد رب منصور هادي أن يرفعوا الحظر، طلب للولايات المتحدة الأمريكية برفع الحظر على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نعم. السفير أحمد علي عبد الله صالح تابع الإقامة الجذرية. إحنا نطالب جميع الشعب اليمني أن يطالبوا برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نعم. ويرجع لليمن، أحمد علي عبد الله صالح مواطن يمني. ويرجع إن شاء الله لليمن سالما. وعلى الحوثي أن يعرف على نفسه، جماعة الشعب اليمني مش هدر، يقتل القتيل يمشي بجنازته. نعم. إحنا أدراء شعب يمني، إحنا نشتي التصالح والتسامح. وإذا صندوق اقتراع الحوثي في صندوق اقتراع يا أخي، إذا يكون لك حزب سياسي وأهلا وسهلا، ولا فنحاربه، ما أبزه بالقوة سيرجع بالقوة. طيب. ونرجو من قيادة المؤتمر بالداخل الذي خانوا الزعيم، الذي خانوا الزعيم المشايخ على طارق عفاش، أن ينتبه لهم الخونة المشايخ، خونة الذي مشايخ إحنا عارفين أينهم. ونشكر الشيخ علي صالح قعشة والشيخ محمد حمود الرصاص الذي بدوا بجيهم في إب انتفاضة إب، وعلى مشايخ فوق صنعاء. إحنا نرجو من فائق السيد، واحنا بحرار اليمن ما يحرر اليمن ان شاء الله، حرار اليمن ان شاء الله رجعين احسن من مشايخ فوق صنعاء. يا مشايخ فوق صنعاء يا مغفلين، اتقوا الله، انتم الزعيم وهو كنتم تاكلوا من اموال الدوله. احنا مواطني والله ما معي من الزعيم راتب ولا معي مني شيء، انا ما انتخبت لاي واحد، انا انتخبت الشيخ عارف الصبري، ما انا من التجمع اليمني الاصلاح، ما نش من المؤتمر. لكن يا مشايخ صنعاء أنتم كنتم الزعيم، اليمن الآن بحاجة إليكم. ويا أعضاء مجلس النواب اتقوا الله، ذا الشعب اليمني أنتم تحت الإقامة الجبري، إيش شافوا زي عبد الرب منصور هذي واخرجوا ولا انتفضوا يا أخي وإحنا معاكم. يا عيبا يا عيبا، تخلوا القاف مرة يحكمنا، والله ما درينا يا عبد الولي كيف أبو مهند، ما درينا كيف الخبر. أبو مهند أنا بعده أنا أشكرك، قيادة المؤتمر تتوحد بالخارج. نعم. وعلى يحيى الراعي ان ياخذوا قرار بالمخطوفات السبع البنات المخطوفه 11 يا عيبه. اشكرك جزيل الشكر يا ابو مهند. طيب احنا هو طبعا الموضوع عن اليوم حول سعر المشتقات النفطيه، ربما هو يعني من هم في الداخل اكثر، لكن رسائل مهمه التي وجهها ابو مهند. طيب ابو باسم، أبو قاسم. أبو قاسم من مأرب الحضارة والعز، تفضل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي اسمع يا أخي، يبان على محمد منصور هذا اللي في قناة اليمن اللي في صنعاء أنهم يمدوح حبوب الهلوسة، اليوم يتكلم غير طبيعي هذا الرجال، سب الناس سب دائدة، هذا الرجال ذا كيف رجاله؟ يبان عليهم يمدوح خليل من حقه تسمى حقه.
طيب شكرا. ابو رويده من اين؟ من الرياض. تفضل تفضل اخي. والله كلم عبد الولي. تفضل انت على الهواء. الو. اهلا وسهلا يا ابو رويده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الولي كيف حالك طيب؟ عافاك وسلمك. يا اخي نبغى ترفعوا لي قامه جيب احنا السفير احمد علي عبد الله صالح. هذا اللي هو مطلوب. نعم. ممكن تغلق صوت التلفزيون ازعجني شويه. طيب كمل يا ابو رويده. انا اقول صوت التلفزيون مش صوت التليفون. طيب موضوع المشتقات النفطيه هو موضوع حلقه اليوم وهو يعني الكثير بناء على ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه. لمن لا يفهم او لمن لا يقدر حجم الماساه التي تحصل اسعار الانتاج الصناعي والزراعي والمواصلات والنقل وكل انواع السلع بترتفع. هذا بقرار يعتقدوا انه بسيط هو يعني طيب الناس ما عندهمش حتى رواتب. اليوم مجلس النواب يقول لك ايش؟ يوجه الحكومه بصرف الرواتب، يا اخي انتم صدر لكم يعني توصيات وقرارات بالالاف ما حدش يقول لكم من اين انتم؟ متى تفهموا انه هذه عصابه، عصابه لا تعطي، عصابه تسرق. يعني اكبر حاجه ممكن تعملها لكم هذه العصابه انها تبطل تسرق، اما انها تدفع انسوا هذا الموضوع. ابو محمد من السعوديه تفضل. اخ اتصال اخر. الو. معك ابو رامي. اهلا يا ابو رامي. هلا حياك الله. ابو رامس. اي. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. رامس بالسين. كيف حالك يا اخي عبد الولي؟ الله يسلمك، تفضل اخي. يا اخي اتحدث على الساحل الغربي. يا اخي في ناس والله العظيم اعرفهم من اخوياي. نعم. صادقين. قاتلوا وقتلوا ولا فكروا فيهم، اخر شيء يقوموا يوقفوا يعني يقتلوا في الجبهات يقوموا يوقفوا لين قدام ما ينتصروا ويوقفوهم، ما يصلح هذا يا اخي، الناس تقاتل بجديه ومن قلب صافي وبالاخير يوقفوهم ما يصلح يا اخي، لازم يعينوا حل هذا المنطق. صحيح. و اليوم على النفط والنفط يا اخي والله شوف ظروف في صنعاء خليها لك على الله. يعني البنزين ده مرتفع ارتفاع تروح تدور لك في المحطات الين بعد منتصف الليل واخر شيء ما تحصل لك حتى 5 لتر بنزين ما يصلح يا اخي. يا اخي خانونا الشعب اليمني دول حواسه الله لا يوفقهم ما منهم خير. شكرا لك ابو رامز ونعطي فرصه للمتصل الاخر. اشكرك. ابو عفاش نظاره تفضل اخي. يا ابو عفاش. الو. اهلا. تفضل يا ابو عفاش تعال هوا. ابو عفاش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا هلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل مداخلتك. كيف الحال؟ الله يسلمك. كيف الحال؟ يا ابو عفاش مداخلتك تدخل في الموضوع. اولا اترحم على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح. الله يرحمه. ورفيق دربه عارف الزوفي. الله يرحمهم جميعا. طيب شكرا. استمع لرشاد من الدمام. اتمنى من الجميع يدخل في الموضوع مباشره. يا رشاد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي. كيف حالك استاذ عبد الولي؟ سلم الله حالك. ما طيب ندخل على طول في الموضوع. تفضل. موضوع اليوم المشتقات النفطيه. نعم نعم. والجرعه الجديده التي اتحفنا بها هذه العصابه. نعم. هؤلاء يعني زي ما تقول عصابه تجار عندما يعني يريدون ان يرفعوا شيء بس اول ما يسوون يرفعوا المشتقات النفطيه. نعم. بعد ترتفع جميع الاغراض، الكيس الدقيق اليوم ب 11000 ريال. الكيس الدقيق؟ الكيس السكر، الكيس الدقيق اي. السكر حوالي ب 15000 ريال، كل المواد ارتفعت علشان يقول لك جرعه، جرعه ايش؟ انت مجرع الشعب يعني اربع سنوات. العصابه هذه مجرع الشعب اربع سنوات من كل شيء. فهذا عصابة تجار الآن المطاعم تبعهم الفنادق تبعهم كل التجارة تبعهم ما في اللي ما هو معاهم خلاص يكبوها السجن يودوا أي مكان. أشكرك يا رشاد. استمع البشير من صنعاء. أبو بشير. يا
يا ابو بشير، يا ابو بشير، الو. طيب ناخذ سؤال اخر. الو. اذا هي جرعة لا يستفيد منها المواطن ولا يستفيد منها ذوي الاحتياجات، الناس اللي هم لا المرضى ولا فيش حد بيستفيد منها، مستفيد منها فقط هم المشرفين. اتعرف عليك اخي الكريم. الو يا ابو ناصر. هلا حبيبي. تفضل اخي الكريم من مكة المكرمة. مكة المكرمة على الاستاذ ابو دلولي. نعم معك. حياك حبيبي، كيف حالك؟ الله يسلمك اخي. الله يسلمك يا رب. تفضل تفضل انت على الهواء. ايه من مكة المكرمة استاذ ابو. طيب تفضل انت على الهواء، هات مداخلتك. والله احنا غلبانين على الزعيم الله يغفره ويرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. ونتمنى نتمنى ان شاء الله ربنا يوفق العميد العميد احمد عبد الله صالح. الو. ايوه انا معك. اقول لك نتمنى ان شاء الله ربنا يفك اسرى الزعيم احمد العميد احمد علي. نعم. مناسب. شكرا لك. شكرا جزيلا. بن يعقوب من صنعاء. الو. اهلا يا ابو يا بن يعقوب. كيف حالك يا عبدو؟ اتفضل اخي. كيف حالك؟ بخير. الله يسلمك اخي. كيف امورك؟ تمام. ارفع لي صوتك اخي وهات مداخلتك. يا اخي مداخلتي، هذا الحوثي خرب الشعب اليمني وخرب الدنيا وخرب الدنيا. ما رايك بالجرعه الجديده هذا حق المشتقات النفطيه؟ هذا خرب الشعب وخرب الدنيا، الله لا وفقه. طيب لما يطلبوا اموال وجزيه جديده وكذا، هل بيدفعوا رواتب للناس؟ هل بيحققوا للناس اي نوع من الخدمات؟ هذا يا ناس ما فيهم خير، ما فيهم خير، الخير مش فيهم نهائيا. هذا ناوي على الشعب، يخربون الشعب. نعم. طيب المهم الله يعين حالهم بس. ربنا كريم ان شاء الله، ربنا بيفرجها. شكرا لك. واستمع لمهدي من السعودية. يا مهدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ تفضل أخي. الله يسلمك. والله عظم الله أجرنا في الزعيم علي عبد الله صالح. الله يرحمه ويحسن إليه. ونطلب من الشعب اليمني أن يثير ضد الشبرمة هذا الحوثيين. طيب الجرعة الجديدة هذه. ألو. أسئلة تعليق من الناس حول الجرعة هذه، يعني تدخل في الموضوع من المتصلين بشكل عام يدخلوا في الموضوع. ألو. أيوة. تفضل أخي. تعرف عليك. أسمعك. أتعرف عليك. معك أبو هاشم. أهلا يا أبو هاشم. من أين؟ ابو مسعود من مارب، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. قالوا المشكله في مارب يا ابو مسعود، قالوا ازمه المشتقات النفطيه، قالوا رفعتوا الاسعار. والله المواطن اليمني ما حط طيب فيه، قد ما صلونا لهذا المياصيل الا هذه ما فيهم غير. بالنسبه لعصابات الحوثي واي عصابات اخرى، لن نسمح لاي عصابه تحكمنا. أنا أو تحكم اليمن ومرتبطة بأي نفوذ إقليمي أو خارجي على اليمن. نعم. هذه واحدة. الأولى هذه. وثانيا رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور. نعم. أني التفت للحزب المؤتمر، حزب المؤتمر ناس استفضحها من أول يوم. نعم. والناس الأخرى التحقت، الآن اكتمل المؤتمر، ما عاد في هناك يعاقبوا جزء. على جزء. وان يطلب برفع العقوبات من احمد علي، السفير احمد علي عبد الله صالح. وساله الى المبعوث الاممي. ان هذه العصابه ان هي تعمل لاجل مخططات ايران. نعم. ما زين قاتل احنا يمنيين الجسد بس، اما الفكر والتوجه هم منتميين لإيران.
ينفذوا مخططات يتاجروا بدماء اليمنيين المواطنين ويقتلوا ويفجروا المنازل ويسرقوا الثروات ويعبثوا باليمن. يجب ان يتسمى تتسمى العالم كله المبعوث الاممي وغيره العادي تاجروا بالقضيه اليمنيه. الحوثي اصابه ارهابيه مضطرره قتل وعاثت في الارض وزاد. وشكرا. شكرا يا ابو مسعود. واستمع لابو عبده من السعوديه. أنا استمع أيضا لمغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية ومغتربين في دول أوروبا وفي العالم كله، أتمنى أنه يكون هناك مشاركة على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أبو عبده تفضل. يا أبو عبده. أحمد المصابي تفضل. مساك الله بالخير أخي عبد الوليد. مساك بالخير والعافية محمد. كيف حالكم طيبين؟ سلم حالك يا أخي. الجرعة الجديدة هذه خطة مدروسة من الحوثيين للشعب اليمني. نعم. بحيث أن الشعب يموت جوع أكثر من ما هم يجوع، تمام، ويذهبوا بأولادهم للجبهات. هذه هي الخطة. هذا هو البرنامج اللي راسم عليه العصابة الكهنوتية في تدمير اليمن، في قتل أبناء اليمن. نعم. في ايش اقول لك، ما في اي شيء جميل، كل شيء دمروه في البلد هذه. نسال من الله ان يزيل هذه العصابه الكهنوتيه المجرمه باذن الله وبسواعد الرجال ان شاء الله، وربنا يكون في عون الجميع. يا شكرا رب. لك يا اخي العزيز. اشكرك جزيل الشكر. طبعا كنا نتكلم في البرنامج هذا واحنا في صنعاء نستمع لابو رائد. من اين؟ من السعوديه. حياك. تفضل يا ابو رائد. تفضل اخي. تفضل تفضل. حياك اخي. من اسم موضوع الحوثيين وما حوثيين يا اخي، والله العظيم نحن عانينا منهم كثير يا اخي. الله ينصر طارق وينصر الجيش الوطني على هذا الشرذمه الخبيثه. امين يا رب. والله عانينا يا اخي، احنا في صنعاء، احنا انا والله اللي 5 سنوات وانا قاعد هنا ما قدرت اروح علشان الحوثيين هؤلاء، وعلشان يعني عيشتنا كانت مع الحوثيين هذا داخل بلادنا. نعم. بس نشتي يا اخي يعني ان الناس يتوحدوا، ولا يبطلوا الحزبيات، يبطلوا الحقد، وهذا صفحه جديده يا اخي. انا اشكرك. هذه اهم رساله يا ابو رائد يجب ان تصل للجميع. اشكرك جزيل الشكر. ومن حجه استمع لابو عفاش. يا ابو عفاش. مساك الله بالخير استاذ. مساك بالخير والعافيه. هات المداخله. حياك استاذ الغالي. نتمنى من جميع الشرفاء في الشعب اليمني ان ينتفضوا حول ميليشيا الحوثي هذه الكهنوتيه المجرمه التي دمرت الارض ودمرت البشر ودمرت الحجر ودمرت الانسان ودمرت الطفل والمراه. شكرك. تراكم. كنا نتكلم احنا في صنعاء انه هذا العصابه هي فقط تستغل اي حادث، اي مشكله، اي حاجه عشان تمتص دماء المواطن. يا جماعه من يوم ما قالوا بس قالوا نقل البنك المركزي حسسونا انهم نقلوه بالفلوس، وانه الحوثيين بياخذوا التحصيلات ويودوها لعدن. طيب على من تضحكوا؟ طيب اصرف للي عندك، ما حد قال لك تصرف اصرف طالما انت، طالما المواطن بيدفع ضرائب، بيدفع رسوم، بيدفع جمارك، من حقه انه ياخذ راتب. هذا الكلام ما هوش للمزايدة. أبو أصيل. أيوة. يا أبو أصيل. أيوة. تفضل أخي. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ سلم حالك أخي تفضل. يا أخي نبغى أنا أكلمك. الصحيفة تحررت من الحوثيين الحمد لله. نعم. ولكن كل شيء مقطوع، الأكل مقطوع، كل شيء المواد الغذائية مقطوعة، كل شيء الناس محاصرين، يبغوا ياكلوا يبغوا يشوفوا. طيب لازم نشتري من الطريق، يدخلون اكل، يدخلون اي حاجه في التحيطه. ايوه في التحيطه اليوم. طيب انا 20 يوم حرارة. احنا ما عندنا شيء نخبي. اتمنى اذا كان هذا الكلام صحيح نوجه النداء. انا حبيت اتكلم معك عشان يوصل صوتي لكل واحد. تمام. انا اتمنى انه القوات المشتركه انه تعمل على ايجاد حل هذه المشكله ان وجدت في مديريه التحيطه. الطريق
طريق ترابي يكون وده يدخلوا الأكل للناس، يدخلوا العلاج للناس، يدخلوا والعزيم كل يوم يقصفوا على الناس، يموتون الناس. أشكرك يا أبو أصيل، واستمع للشدادي من ردع. ألو ألو، مرحبا. كيفك يا عبد الوي؟ حياك يا شدادي، تفضل. رحمة الله تخشى الزعيم وفيها ما رحم يصحك. رحمة الله تخشاه وربنا يعين طارق وكل أبطال اليمن وكل الرجال الموجودين في الجبهات. عندي أبيات شعرية ممكن تسمعوها. يلا خلينا نغير شوية. الفرد يجلس على الأحمر، ابشر بعزك وابشر يا الحديدة، بالنصر والتحرير في البحر ولد روحك من المسلوب بان السعيدة، جاتك رجال الله من كل محور تسحب صع وريدة، جاك الوفاء والخير والحق زنجر والقهر والباطل عزمنا نتيجة، جات الطوارئ عاش طارق وخضر، جات الطوارئ عاش طارق وخضر وصدر في الساحل ملاحم فريدة، جات العمل كل العملاء في زارك ضد الطغاة والمنشنة والنفيدة، جمهورية والشعب جمهورية والشعب وجه الجمال وعهد الإمام ولا زمانه وقيده، جمهورية والشعب وجه الجمال وعهد الإمام ولا زمانه وقيده وقيدة. شكرا، صح الله لسانك يا شدادي. واخذ اتصال اخر. عبد الله الوصابي من السعوديه، تفضل يا عبد الله. عبد الله بروني، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير اخي العديل، ومساك بالخير والعافيه. تفضل تفضل تعال الهواء. انا معك معك اخي معك. وانا معك. مترحم على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق الدربي الامين عارف عوض الزوكا وجميع الشهداء رحمه الله تغشاهم جميعا، ونتمنى انضاف العميد طارق والقوات المشتركه واطباء ابناء اصاب السافر وجميع اليمنيين في الداخل والخارج الدعم والمعازاه للعميد طارق والقوات المشتركه. اشكرك اخي العزيز. كان المغترب عهد الزعيم له قيمه واحترام، مكان يمشي هو رابع الراس. اذا حصلت اي مشكله اليمنيين في اي بلد يبادر الزعيم بحلها، الله يرحمه رحمه الابرار. الله يرحمه ويحسن اليه وكل من خدم اليمن من اي موقع، نسال الله ان يجازيه خير الجزاء على ما فعلوا من اجل اليمن واليمنيين. عبد الكريم من اين؟ تفضل يا عبد الكريم. من السعوديه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي. يا اخي مثل هذه الجرعه التي اثابها الحوثي هي جرعه من يوم ما اجا، وهو جرعه بنفسه جرعه يعني عميقة على الشعب اليمني، يعني جرع الشعب اليمني تجرع وباها، جرع الويلات وجرع المرارة. ف المشتقات النفطية هو أجا من أجل 500 الآن قدي إلى 8000، وما يهمه لو المتر، يعني لو اللتر الواحد يأتي ب 15000 ما يهمه، صحيح، لأنه يريد يعني بانتهاك الشعب اليمني، يريد أن يوقف كل شيء في الحياه. اهانوا الناس، يقول لك اهم حاجه السياده، اهم حاجه الكرامه، طيب انت ايش بقيت للناس من كرامه يحتفظوا بها؟ ايوه نعم، بس هو هذا لا يريد لا كرامه للمواطن ولا يريد كرامه لاي انسان، يريد سياده له وكرامه له، يتحدث عن كرامه ويتحدث عن مدري سياده السياده للسيد حقه اخطاء، يعني هي كلها يعني اخطاء هو زياده، يعني لما يتكلم عن كرامه يتكلم عن سياده وينتهك سيادة الناس وأعراضهم. طيب أشكرك جزيل الشكر، وبالتأكيد لما تشوف أنت النساء يقفين في طوابير طويلة، عندما تجد الأطفال يتضورون جوعا ويعانون من مجاعات، يعني يتمنوا لقمة العيش، أي كرامة أبقيت للناس؟ أي كرامة؟ والمطارين اليمنيين يهانون في مطارات العالم، في بلاد العالم كلها يهان اليمنيين. أنت تحدثني عن الكرامة، أي كرامة أبقيت؟ أبو سام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، من تعز، تفضل أخي الكريم. تفضل يا أبو الوسام. ألو. لا لو تغلق لي صوت التلفزيون تسمعني من الهاتف أكون شاكرا لك. ابو سامع يخلص الرصيد عليك. لا عارف. طيب. الحين الصوت واضح؟ انت على الهواء. انا عارف اني على الهواء يا استاذ عبد الولي. نعم هذا ابو سام. ايوه معك ابو سام. طيب تفضل مداخلتك.
الله يعطيك العافية. أول شيء أستاذ عبد الولي أنا عندي سؤال وأتمنى يكون بالقناة استطلاع كذا لمدة أسبوع، هل الحرب هذه راح تخلص ولا لا؟ يعني نبغى نشوف استطلاع رأي المواطنين. طيب يعني هذا مش سؤال فيه رأي، الرأي ممكن لو أقول لك إيش رأيك أن الحرب تحسم بالسلم بالحوار ولا حسم عسكري، هذه فيها رأي. لكن مسألة أنه بتخلص أو ما بتخلص هذه أعتقد أنها مش المواطن اللي يرد عليها، هذا العسكريين اللي يردوا عليها والسياسيين. أنا قصدي أنه يعني راح تنتهي بحل سياسي أو عسكري، أنا قصدي. أنا أوكي، يعني هل تعيد الحسم العسكري أم الحل السياسي؟ أيوة نعم، ما أتمنى نطروح هذا السؤال من أول يوم ونبدأ بك أنت، هات إجابتك عليه. أنا والله أتوقع أن الحرب راح تنتهي بحل عسكري، لأن السياسيين أشوف السياسيين ما همهم الوطن ولا يهمون المواطن. وغير هذا أنك تتعامل مع جماعة غادرة لا عهد لها ولا ذمة. يا أستاذ عبدو معك، أنا أعتبر كل سياسيين اليمن خونة ولا يهمون الوطن ولا المواطن وأصحاب مصالح. ما قاشف السياسي طلع يتكلم على القناة يبغى الحرب تنتهي. ورسالتي للإعلام اليمني ككل، أتمنى من الإعلام يكون صادق، أتمنى يكون الإعلام كل الإعلام بالقنوات يكون همهم الوطن والمواطن. كفاية نحن تفرق، كفاية نحن شتات. طيب كفاية. أنا أحييك يا أبو وسام، اختلف معك في نقطة بس التعميم، يعني لا على السياسيين ولا على الإعلام ولا على أحد، بس هذا يختلف معك فيها. ولا قل رأيك من أبو عفاش؟ أحمد راح؟ أبو عفاش. هلا أستاذ عبد الولي. يا مرحبا أبو عفاش، سعد الله مساك حبيبي. الله يسعد أوقاتك أبو عفاش. تفضل حبيبي. بالنسبة لمشكلة النفط وزيادة الجرعات، الشعب خلاص تعود عليها تكيف عليها لانه خلاص ما عاد يقدر يتحاكى اصلا. يعني كويس، لو كان عنده القدره المفروض انه الشعب هو اللي يفور وش يستنى. انت شفت لما قالوا 4000 حاصروا مداخل صنعاء ونصبوا الخيام، وكان اي واحد كلام يقول هذا حرام وهذا ما يجوز وانتم بتقتلوا الشعب اليمني وانه في بدائل الكذا والكذا، تتذكر هذا الكلام؟ اكيد يا استاذي الفاضل، بانهم يدوروا هذا الاشياء، يدور مصلحة الشعب، هو يدور مصلحة نفسه فقط لا غير. طيب لو واحد انتقدهم زي ما كانوا انتقدوا الحكومات السابقة. يا أستاذي الناس خلاص وصلوا لدرجة الملل، ما حصلوا مخرج لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. طيب وين إدارة الشعوب اللي داخل؟ صحيح. ألو معك يا أستاذي. إحنا مثلا على فصيل المؤتمر الشعبي العام، إحنا كلنا مؤتمرين والشعب كله مؤتمري، لا حد يغطي ولا حد يقدر يغطي على عين الشمس. بس اين دورة المؤتمر هذه؟ هل دخلوا؟ هل تحوظوا كلهم؟ هل يعقل ان كل الشعب هذا تحوظ المؤتمر؟ جمر يعني تحت الرماد. ايش سر الصمت هذا؟ ثق بهذا الكلام انهم جمر تحت الرماد، وستعرف كلماتي هذه وتتذكرها. يا حبيبي احنا نشي الجمر هذه تخرج ترجع، بدل ما هي رماد نعولها الى جمر. حاجة الى ريح. والريح قادمة ان شاء الله. الريح آتية من الغرب إن شاء الله. شكرا. ربنا معكم وأيدينا مع طارق عفاش إلى النهاية بإذن الله. شكرا لك. استمع لأبو قصي. من أين؟ يا أبو قصي من صنعاء. يا أبو قصي. أبو قصي. ألو. أبو قصي تسمعني؟ طيب. في صنعاء أناس أحرار يتصلون من داخل صنعاء، وإحنا نوجه لهم التحية ونوجه لهم أسماء تحية اللي بيتصلوا واللي هم متحدين للحوثيين، وعادي باسلين بأنفسهم. نعرف أنه سجنوا كم بتسجنوا؟ 1000 2000 10000 100000 كم بتسجنوا؟ وبعدين بيخرجوا يهدوا السجون على رؤوسكم. أبو عاصم من صنعاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال حبيبي؟ طيب. الله يسلمك أخي، ارفع لي الصوت. يا أخي الجرعة هذه هي من زمان الجرعة هذه. من يوم بدأ علينا الحوثي ودخل على صنعاء بذريعته أكلنا الجرعة جرعة بعد جرعة جرعة بعد جرعة، وما زال ذلحين يحكم. وهو أساسا دخل بحجة الجرعة. دخلوا صنعاء بحجة الجرعة، والناس صراحة تعاطفوا معهم، ليش الكذب؟
وشعب مغفل يا عبد الولي، والله شعب مغفل. أولاً هو 6 حروب أخذها معنا مع الدولة ومع الكل، وكيف نقبل بهذا الأدمي إنه يحكم اليوم يا أخي؟ أنا أحييك. الله ينصرنا عليه يا عبد الولي، الله ينصرنا عليه. آمين يا رب. الله ينصر الشعب عليه يا رب. أنا قال أشكرك. آمين. أبو طارق من ردع. يا أبو طارق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله على الزعيم والأمين. الله يرحمهم وكل شهداء الأبرار. قل لي على تأثيرات الجرعة الجديدة هذه على مناطقكم. تأثيرات الجرعة هو جرعة من يوم طلع، والجرعة بكلها هو إنما هي مضايقة دائما وبايجلس إذا جلس الشعب صامت. هكذا بيتمادى، هكذا بيستهتر بالناس، هكذا الناس بتموت قدامهم وهو يرفع يزيد من معاناه الناس. طيب هل لما يرفعوا بالنسبه للاسعار هل هم بيدفعوا مثلا للناس رواتب او يقدموا خدمات؟ ابدا بالعكس، يعني يزيد الجشع حقهم والطمع. طيب المستشفيات الحكوميه هل عادي بتقدم مثلا خدمات للناس؟ ما فيش ولا حاجه من هذا، هم مصدر قلق. يعني قدك تروح الان المستشفى يطلب منك حتى الابره، حتى الشاش، حتى جيبها معك. ابو طارق انا اشكرك. ابو براء. يا ابو براء. نعم يا عبد الولي اسمعني. ابو براء من صعدة، تفضل اخي. طيب بنسمعك. الو. تفضل انت على الهواء. موضوعنا اليوم من الجرعة. نعم. بالنسبة لي في الجرعة هكذا، يعني زي ما اقول طالع في طالع هي هكذا من يوم طلع الحوت يقول جرعة في جرعة. اصل الحقيقة يعني ما قلت لك بصراحه، وان شاء الله ان الله الفريق ان الفريق قريب ان شاء الله من الساحل الغربي ومن غير الساحل الغربي، بس على الناس ان يتحملوا يا اخي. وبالنسبه للمستوطنين انا اقول لهم لا نزيد على ابناء صعده، ابناء صعده يا اخي هم من قاتل الحوثي 6 حروب، ومن حين خرج من صعده والله يوصل قصر المعازيز في 2 سنين. انتم اكثر من واجهتم، اكثر من عانيتم. في عون الجميع وبه رجال مخلصين في صعده وفي صنعاء وفي كل منطقه، بس الناس منتظرين مثل ما تقول يعني وصول حاجه يعني وراء ظهورهم يطمن ويركن. الناس حد يحمي ظهرهم يشد ازرهم، هذا صحيح وهذا من حقهم، لانه ليست من الرجوله ان تقاتل حيث تقتل، يعني ما يستفيد منك البلد وانت ميت. لكن يعني قاتل حيث يعني متعبدين، بس يعني تجد اسناد لانه بالنسبه للاعلاميين البهناس بيقولوا الاعلاميين الذي يسال يا اخي كل واحد له ظروفه، لا نحاول ان احنا نضايق احد ولا نحاول يعني، وكل عندما تقرا الاوضاع كل واحد يعني يشوف يعني حاي مخرجه ويبين يعني موضوعه. لكم البيضاء انتم موجودين في صعده وفي ظل هذا الوضع، والله يا اخي نحن تتحملوا كل شيء، نعرف تتحملوا حماقات الحوثي كل ما يفعله الحوثي. احنا اول من داوم الحوثي، احنا اول يعني كيف اقول لك، بس يعني للاسف يعني ما درينا كيف نفعل. مقدرين يا ابو براء، مقدرين رسالتك، رسالتك مهمه جدا، انا اشكرك. وخلينا نستمع ايضا لصوت من صعده، ابو عفاش من صعده. عبد الولي يا مرحبا ابو عفاش، اخبارك؟ سلم الله حالك اخي، حيا بالصوت. هلا هم حول الجرع يا اخي، كم يا جرع تجرعنا؟ نعم. جرع حق البترول وجرع الى المقبره. نعم. جرع الشعب جرع. وعندي رساله لك يعني حول الاعلام. تفضل. حول يعني حول المؤتمر الشعبي العام وحول الاصلاح، يعني نفس الحزبين افدى الاحزاب يعني في الوطن، يعني عليهم التوحد وعليهم حول هذا الشرذمة الحديثة الكهنوتي. نعم. ادعي رساله الى التوحيد، يتوحدوا يعني حول هذا الكهنوتي، هذا الامام الرافضي. نعم. كمل رسالتك. يعني حل خلاص، هذا احد الاحزاب ضد هذا العصابه الكهنوت. نعم يعني توحد حل هذا العصابه الكهنوتي.
طيب باقي شيء؟ باقي شيء تحياتي لك يعني. أنا أشكرك. ولك التحية، ونعرف إنه أهلنا في صعدهم أكثر من عانى من هذه العصابة. يا جماعة كم 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 تعرضت مزارع الرمان ومزارع العنب للاجتياح هذه العصابة. يعني تخيلوا مثلا في في الأشجار الرمان، وكان طبعا هي أغلى ما يملك، مثل شفتوا شجرة الزيتون عند الفلسطيني مثلها عند صاحب صعدة، يجوا يقتلعوا الأشجار الرمان والعنب والكذا لكي يحرقوا قلبه. طيب ناخذ اتصال. ألو. كل من يعارضهم يحقدوا عليه حقد بشع، حقد بشع، يخربوا بيته، يجتثوا مزارعه وأشجاره، خبث غير عادي. لذلك لا تستغربوا يعني إذا وجدتم الناس في يوم من الأيام يريدوا أن يشربوا من دمائكم، لا تستغربوا، أنتوا أجرمتم بحق الناس. أبو جميل. هلا والله. أبو جميل من السعودية، تفضل أخي. يا أبو جميل تعال هوا وأغلق لي صوت التلفزيون. كده احنا على اخر الحلقه، تفضل. مرحبا بك يا استاذ عبد الولي، مساك الله بالخير. ها وعليك. مساك الله بالخير يا استاذ عبد الولي. مساك بالخير والعافيه. كيف حالك طيب؟ الله يسلمك اخي. يا اخي ما ادري كيف اشكي عن الجرعه هذا الذي قول ذي في قلبك. يعني لم يفهمها الشعب اليمني. قول ما في قلبك هات. يعني ما عم نقدر لا نعبر ولا يعني هل الشعب هذا يعني مغفل للدرجة هذه؟ يعني هل الناس يعني لهذه الدرجة يعني ما عاد فيش وعي ولا عاد في كلام يعني؟ يعني نزل يسقط الجرعة من 3000 على ما قالوا، يعني زودوا 1000 يعني، وفعل الثورة وفعل الدنيا وفعل العالم يعني، والشعب مسكين يعني هذا يعني ما عاد حسبوا حساب يعني الآن يعني قراراتهم يعني بتحمد في سوق السوداء. صحيح. بدل ما كانت 4000 الحين ب8000 10000 يعني على حساب يعني رايهم. عشان يقولوا للناس انه لابد عليكم ان تروحوا الحديده وهذا مجهود حربي وهذا واحنا في حرب عدواني وهذا يعني الشعب هذا ما صحي يعني ما رايك انت يعني في يعني كم ناشد يعني انا عدت في الصالات وانا اتصل على القناه اليمنيه هذا يعني الشعب اليمني هذا ما صحي يعني ما فكر انه خراب ودمار يعني يعني إذا يعني نرجع إلى حكم يعني ما قبل الإمامة يعني يعني الشعب اليمني هذا متى يصبح يعني شعب نظامي قانوني يعني لو يا أخي العزيز أنا أقول لك طالما أنت بتسافر يا أبو جميل طالما أنت بتسافر كل الدول وبتلتزم بالنظام والقانون إذا العيب مش فيك. أشكرك وأختم بهذه معك لكن استمع لابو فارس. ابو فارس من ردع، تفضل اخي. يا ابا فارس. الو ابو فارس. شوفوا اليمني طالما انت بتروح وبتلتزم بالقوانين في كل دوله من دول العالم لا مش فيك. اذا وجدت دوله تحترم نفسها وتكون قدوه يعني شوفوا احنا كنا وصلنا الى موضوع انه بيفرضوا حزام الامان على الراكب تعال شوف اليوم اللي بيطلع من فوق الرصيف واللي واقف لك وسط الجوله ما لانه ما عاد فيش دوله. الان في عصابات، الان تلقى واحد مثلا ما دخلش كليه عسكريه وتلقاه برتبه لواء، واحد ما دخلش مدرسه ولا كمل الثانويه تلقاه وكيل وزاره، تلقاه مستشار عادي. هذه كارثه كذاك، يحسبوا المستشار هذا اي حاجه، لا المستشار هذا معناه انه قدو مارس كل الاعمال وتدرج في كل الوظائف وبعدين علشان ما يفقدوش الخبره حقه اللي كذا يعملوا مستشار عشان يظلوا يستفيدوا من خبرته. عبد العزيز تفضل من السعوديه. يا عبد العزيز. عبد العزيز العمودي. الو. يا مرحبا. عامة اهلا وسهلا. كيف يا عبد الوليد؟ سلم الله حالك. يعطيك الف عافيه. تفضل انت على الهواء. ايوه يا اخوي انا من حضرموت. نعم بك وباهلا في حضرموت. بشارك معاكم ان شاء الله. تفضل. يا اخوي بالنسبه لوضع بلادنا خلاص احنا الان صرنا لا صرنا يمنيين ولا صرنا اي حاجه، ما عاد عرفناش بعد هؤلاء.
الحوض هذا دنس البلاد، دنس البلاد يا اخوي، يعطيك الف عافيه. ألم وباء يا اخوي مين ايه كيف المخرج الان؟ الان ما في معنا الا ثورات داخل الشعب كامل، من طرف حضرموت الى طرف صعده الى طرف صنعاء الى طرف عمران، الى مشايخ عمران الى مشايخ صنعاء الى كل هؤلاء. لماذا هذا الصمت؟ ليش هذا الصمت المطلق على افواههم؟ يعني تحدث قبل قليل المتصل من صعدة يقول انه الناس فقط بحاجة انه حد يحمي ظهرهم هم بيتحركوا. نعم يبغى رئيس يقول اي حل دبره حل المشكلة دي، مو كل مرة يعني. وجه رسالتك لمن تريد، يعني الشعب اليمني انت واحد جزء من الشعب اليمني، اذا عندك حلو نتمنى انه تطرح وتكون قابلة للتنفيذ. سمع لابو شيبان من حجة فقدناه. الناس 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 بحاجة فعلا إلى قائد، إلى قدوة. ما عندهمش يعني أنت الآن لو حميتهم بس، يعني لو في حتى يضمنوا الناس إنه في تكافؤ في المعركة، إنه رجل لرجل. تعال شوف، تعال شوف إيش بيعملوا، والله لا يمسحوهم في ساعة واحدة العصابة هذه. أما إنه بس مستقوين الآن إنه تجي تخرج له مثلا بالبندق يخرج لك بالمدفع. ناخذ اتصال يا ابو عمار. ايوه نعم تفضل اخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احيي الرجال في كل الجبهات. نعم بالنسبه للجرعه، الجرعه تتعبهم، يجرعونا طول السنه، طول الاربع سنه، وهي جرعه بعد جرعه جرعه بعد جرعه، لكن نسال من الله الستر والسلام يا رب ان شاء الله، والله ينصرنا عليهم. اشكرك أشكرك جزيل الشكر يا أبو عمار. نختم بهذا الاتصال، صار كان مسك الختام، وغدا إن شاء الله نتحدث عن انهيار العملة وما وراء ذلك ومن المستفيد من هذا الانهيار. أشكرك جزيل، أشكر مشاهدينا ومستمعينا وكل من تواصل معنا، واعتذر عمن لم نستطع تلقي اتصالاتهم. ألقاكم في حلقة الغد بإذن الله، حتى نتلقى، أترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.